كانت على عصر السلف الصالح، بس طبعا ما رجعتش على حسب تصوره هو، لان اللي ينشا في مذهب المعتزله صدقوني يا اخوان، اللي بينشا في بيئه الجهميه ده او بيئه الاشعريه صعب جدا مساله رجوعه للمذهب السلف. ليه؟ بيبقى مغرور جدا جدا، وبيبص الناس باحتقار، يقول لك انت ايش فاهمك؟ ايه انت تفهم ايه في المجازات وانواع التاويلات؟ اللغه فضفاضه وحماله وبلاغه وقصه بقى، هيدخل لك فيها يقول لك انت مال الظاهر يا عم، ده راجل ما فهمش، احنا اللي نفهم. فبيبقى عنده غرور شديد جدا جدا ان هو فاهم اساليب اللغه ودارس علم اللغه، وعلى اساس ان انت جاهل ما بتفهمش حاجه، واسمع كلامه وما تفتحش نفسك. اسمع، خليكم معانا. هذا المذهب يطلق عليه معتنقوه على زعمهم يعني ان هو مذهب اهل السنه، وما زال مقرر في اغلب المدارس والجامعات. طبعا احنا بنعذر كل اللي درس المذهب الاشعري لان ما شافش غيره، ما شافش غيره. حتى لما نيجي نتكلم عن الجامعات الاسلاميه في اكبر الجامعات درسوا هذه العقيده على ان هو ده اللي موجود قدامهم. فراس الجماعه نفسه بيدعو للمذهب وهو ما يعرفش مذهب اهل السنه والجماعه لان ما درسوش. يعني مش معنى كده بقى واحد يقول لك لا حرب، مع ان في وقت من الاوقات احنا هنعرف ان الاشعريه في المغرب العربي وفي المشرق العربي برضه تسلطوا على اهل السنه من السلف الصالح وسموهم مجسمه، وصفوهم بالشرك، واستباحوا دباءهم، وقتلوا منهم الاف في المغرب. الكلام ده ربما ياتي بعد قليل، لكن اللي عايزين نقوله علشان في التسلسل ان هذا المذهب الاشعري المشتهر لا ينسب الى ابي الحسن الاشعري. وانا بقول لكم يا اخوانا عشان برضه تكون الامور واضحه، ان اغلب اخواننا اللي بيدرسوه مش مقتنعين بيه. ربما يشعر بعض الاساتذه اللي بيعملوا ملخصات خارجيه ومطبوعه بمعرفتهم هم وبتصريح من الازهر، يشعر بشيء من المسؤولية عند فهمه للطريقة السلفية، فينبه طلابه على أن ما يدرسونه يجب أن يكون للنجاح في الامتحان وليس الاعتقاد والإيمان الذي يسأل عنه يوم القيامة. وأنا رأيت ذلك بعيني في الملخصات الخارجية في مادة التوحيد المقررة على المعاهد الأزهرية، وبات استغرب طب إيه إذا كان كده يبقى لازم يدرسوا إيه؟ ما ندرس عقيدة الشافعي ولا عقيدة الإمام أحمد ولا عقيدة أبي الحسن الأشعري في كتاب الإبان، بدل ما نسيب الطلبة يدرسوا هذا المذهب ويطلع فكرهم مشوه، مدرسة عقلية محضة. وبعضهم بيختفوا لك أنا من أبناء المدرسة العقلية، وهي المدرسة العقلية لك مش فيها تقديس العقل. تقديس العقل الذي يقدم كتاب ربه وسنة نبيه نقول ده عقل محترم، أما العقل الذي يأخذ من كتاب ربه ومن سنة نبيه ما يراه صالحا له فهذا يتألى على الله وليس عقلا محترما على الإطلاق. نرجع لمذهب الأشعري. احنا لما نيجي نشوف الأشعرية ظهرت ازاي، احنا عرفنا الكلابي تنسب الى رجل اسمه ايه؟ سعيد ابي عبد الله، ابي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب، دي الكلابي عرفنا. طب الاشعري ابو الحسن الاشعري نفسه نشا في حجر ابي علي الجبائي. ابو علي الجبائي لما مات والده ابو الحسن الاشعري لما مات والده امه تزوجت من ابي علي الجبائي وكان هو لسه عيل صغير، فرباه ابو علي الجبائي وكان معتزلي معطل تبع الجهميه. فالولد تربى بحكم الواقع على مذهب مين؟ المعتزل، مع شيخ ابي علي الجبائي. وانتم فاكرين القصه اللي حصلت بينهم في تسميه الله بالعاقل، هل يجوز ان يسمى الله عز وجل عاقلا؟ فابو علي الجبائي قالوا لا، لان العقل مشتق من العقال والعقل في حق الله محال. فابو الحسن الاشعري قالوا لا، على قياسك لا يجوز ان يسمى حكيما، لان الحكيم مشتق من حكمه اللجام، والشعر قال ابني حنيفه حكموا سفهاءكم اني اخاف عليكم وانا اغضب، يبقى لا يسمى حكيم.
لكن الله سمى نفسه حكيم. فقالوا ليه سميته حكيم ومنعت ان يسمى عاقل؟ قال لان الاسماء لابد ان تؤخذ بالتوقيف نصا من كتاب الله وفي سنه رسوله. فسمى نفسه حكيما فسميته حكيما، ولو سمى نفسه عاقلا لسميته عاقل. وكان مذهب مذهب اهل السنه في هذه القضيه يعني بالنسبه لابن الحسن الاشعري. ابو الحسن الاشعري وهو اللي انا اتبعته من خلال بحث طويل في ابو الحسن الاشعري ايام ما كنا في الماجستير. ان الراجل ده هم قالوا مر بمراحل وكده يعني. ما فيش دليل على الكلام ده. الدليل ايه؟ هو كل اللي عمله ابو الحسن الاشعري جمع اراء الناس في عصره في كتابه المسمى بمقالات الاسلاميين. فيجمع المعتزله بيقولوا ايه وفرق المعتزله يكتبوا، الخوارج بيقولوا ايه يكتب كل ما يتعلق به، كان بيجمع الواقع. وبعدين صار عنده بعد هذا الجمع وبعد هذا الاطلاع الواسع تقرير اعتقاد الشخص، اعتقاد الشخص. فرأى رؤيا، شاف النبي عليه الصلاة والسلام ويقول له يا أبا الحسن انصر المذاهب المروية عنك. وقال الرسول مرتين، فبيقول له يا رسول الله في المنام، هو اللي بيقول الكلام ده يعني، كيف انصر المذاهب المروية عنك وقد خدمت وكتبت، يقصد المذاهب الأربعة يعني. فيجي له يقول ارسل المذاهب المروية عنه. ففي المرة الثالثة تنبه إلى أن المقصود بنصرة المذاهب المروية عنه ليست المذاهب الإيه؟ الفقهية، ولكن نصرة مذهب السلف الصالح بالعقل. خلي بالكم أن أنا أقدم النقل على العقل بالعقل. إزاي يعني؟ يعني أستخدم عقلي لرفعة الكتاب والسنة فوق رأسي وتأخير العقل بحيث يسلم الكتاب والسنة. فهو قرر حتى انه بيقول في الرؤيا يعني كيف اترك مذهبا درسته؟ لو قلت للناس انا تركت مذهب المعتزلة اللي انا جمعت كل الكلام ده فيه وتربيت عليه عشان خاطر رؤيا. فقال ان الله سينصرك. فطلع على المنبر وقال من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا أبو الحسن الأشعري وأنا أخلع اعتقاد المعتزلة عني كما أخلع ثوبي هذا، وخلع ثيابه. ثم كتب كتاب الإبانة وقدمه الناس وقال هذا ما أدين لله عز وجل به. كتاب الإبانة عن إيه؟ أصول الديانة. وله كتاب اسمه رسالة أهل الصغر، حققها أستاذنا اللي كان بيناقشني في المشرف على رسالة الماجستير اسمه الدكتور محمد السيد الجلاني، حققها ونشرها، كتاب رسالة أهل الصغر على عقيدة أهل السنة. وله كتاب اسمه اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع، رد فيه على المعتزلة. إذا أبو الحسن الأشعري أعلن أنه تبع أحمد بن حنبل وبيقول إن ربنا على العرش، اللي الأشعري يقولوا لا. بيقول إن ربنا بينزل إلى السماء، اللي الأشعري يقولوا لا. بيثبت الصفات الوجه واليد وغير ذلك من الصفات، اللي الأشعري يقولوا لا. يبقى شتان بين الأشعري وبين مين؟ الأشعرية. الأشعرية دول امتداد للكلابية، امتداد لمين؟ للمعتزلة. لكن ما تقوليش دول ان هم اهل السنة والجماعة. ابو الحسن الأشعري بريء منهم براءة الذئب من دم ابن يعقوب. واضحة جدا للي يقرأ كلام ابو الحسن الأشعري. وخصوصا امال المذهب ده طلع ازاي؟ مجموعة برضه من العقلاء عندهم، العقلاء اقصد العقلاء اللي كانوا بيقدموا العقول، اتباع الجهميه دول، قالوا تعالوا نتفق كده مع بعض ونعمل استفتاء. استفتاء يعني. ونشوف ايه اللي يجب لله؟ وايه اللي يمتنع في حق الله ويستحيل؟ وايه اللي يجوز؟ فالعقيده عندهم اسسوها على هذا المبدا. قالوا الاول نبحث ونأصل بقى. وعشان كده طلع احنا مصطلح اصول الدين، لو انتم فاكرين. اصول الدين يقصدون بقى الاصول العقليه التي ابتدعها الاشعريه وعلى اساسها يقوم الدين. فقالوا الدين يقوم على ان احنا نقسم العقيده لثلاث انواع، ما الذي يجب وما الذي يجوز وما الذي يستحيل في حق الله. هم حكموا بهذا الكلام بدليل عقلي ولا نقلي؟ عقلي محض. وبداوا هم بقى يسالوا، فكانت نتيجه الاستفتاء ظهور راي عام ونسبوا لابن الحسن الاشعري، وده عقيده الاشعري. اول حاجه قالوا التوحيد ثلاث أنواع،
مع انه بيعيبوا علينا ويقولوا انتم بتقسموا التوحيد لثلاث انواع وده تسليس. لا، التسليس اللي بعينه هو تقسيمهم للتوحيد. ليه؟ لان احنا ما عندناش تسليس ولا حاجه. احنا عندنا اللي بيقول لك لا، مساله تقسيم التوحيد لثلاث انواع تسليس. عندنا خبر يصدق وامر ينقص. فتصديق الخبر هو توحيد الربوبيه والاسماء والصفات، وتنفيذ الامر هو توحيد العباده. فمن اين التسليس؟ انما عندهم هم بيقول لك ربنا واحد في ذاته لا قسيم له. اللي يقول لك ان ربنا ان التوحيد تسليس، تعرف على طول ان بيجوري معطل. مش فيها كلام. ليه؟ لان هم بيعتقدوا ان النصوص وردت تنطبق على بشر. خلي بالك، يحمل نصوص القرآن والسنة على ايه؟ على انسان. يقول لك الرحمن عرش استوى فيتخلى انسان على الكرسي، وبعد كده يبدأ يقسم فيه كأنه بيعملوا ثلاث قطع. يقول لك ازاي يبقى ربنا كده؟ يبقى اللي يقول لك ان التوحيد ثلاث انواع كأنه بالظبط قسم الذات اللي هي ثلاث اجزاء، فيقول لك التوحيد تسليس. زي النصارى ما بيقولوا اب وابن وايه وروح القدس. ليه؟ لان هو اصلا فاهمه فهم باطن. هو متخيل الذات اللي هي ذات انسان، مع ان ربنا ما نعرفش كيفيته ولا شفناه. انما الشيطان ادى الى انه هو يقيس الحق سبحانه وتعالى على المخلوق بقياس التمثيل والشمول، فكان النصوص عنده محطوطه او وضعت للدلاله على مخلوق وليس على الخالق. فبدا يقول لا، اي حد هيقسم التوحيد يبقى ايه؟ ها؟ تسليس. فهمتوا يا اخواننا في الحته ديت؟ وللاسف اللي بيقول الكلام ده ناس كبار قوي، مش عايزين نقول اسماء. معايا ولا مش معايا؟ طيب هنا بقى قالوا ايه؟ طيب تقسيمات التوحيد اللي ذكروها ديت اللي قالوا عليها تسليس، تخيلوا ان الذات الالهيه ذاتا بشريه. وقالوا لو كانت في تقسيمات تسليس على حسب كلامهم، يبقى معنى كده عملنا ذات الحق سبحانه وتعالى ثلاث اجزاء. يبقى مفيش حاجه اسمها تسليس ولا في ثلاث انواع من التوحيد. اهل السنه في وادي والسلف الصالح في وادي، هم فين؟ في وادي ثاني. فبداوا ينفوا الصوره دي اللي هم فهموها غلط، اللي فاهمين فيها ان النصوص تدل على ذات بشريه. فقالوا لا، خلي بالك، عكس هذه الصوره هو التوحيد. فقال واحد في ذاته لا قسيم له، وواحد في صفاته لا شبيه له، وواحد في أفعاله لا شريك له. فقسموا التوحيد إلى ثلاث أنواع لينفوا الصورة التي فهموها من تسليس التوحيد في أذهانهم. فهمتوا حاجة؟ طب فهمتوا الأول ولا ما فهمتوش؟ أنتوا خايفين تقولوا فهمتوا ما عدهاش؟ قولوا فهمنا لو كنتوا فهمتوا وأنا عيد. عيدها تاني. ليه بينكروا مسألة تقسيم التوحيد لثلاث أنواع مع إن هم قسموا التوحيد لثلاث أنواع؟ عندهم واحد في ذات لا قسيمة لا، واحد في الصفات لا شبيهة لا، واحد في أفعال لا شريك لا. التقسيم ده تقسيم عقلي مش شرعي، وهم تحت هذا التقسيم نفوا الصفات برضه. أصل المسألة إيه؟ أنا بس بوضحها لك علشان أنت تفهم إيه اللي عليه الناس دي. مسألة الصفات وما ورد في الغيبيات عن الله تبارك وتعالى، بيتخيل النصوص اللي وردت في حق الله وردت في حق مين؟ مخلوق. فلو قلنا بأن النصوص دي تدل على ثلاث أنواع للتوحيد أو ثلاث أقسام للتوحيد هم فهموا منها، يبقى معنى كده أن الذات البشرية اللي هم متخيلينها دي اللي هم بيقولوا عليها ذات ربنا سبحانه وتعالى هتتقسم لثلاث أجزاء. فقالوا يبقى تقسيم التوحيد ايه؟ ها؟ تسليس. في حين ان اهل السنه ما قصدوش الكلام ده خالص ولا جه في اذهانهم. هم قالوا صدقوا الخبر، فكل ما ورد عن الله في الاسماء والصفات وباب الربوبيه المفروض نصدقه. ونفذوا الامر، فكل ما ورد عن الله في امره ده توحيد العباد. يبقى توحيد عباده، توحيد ربوبيه، توحيد اسماء وصفات. ما لهمش علاقة خالص بإيه؟ بقضية اللي بالتقسيم التوحيد اللي فهمها الأشعرية. لكن الأشعرية فهمهم إن الأشعرية اللي هم المتكلمون يعني مش أبو الحسن الأشعري، فهموا إن النصوص الإلهية هذه تنطبق على ذات بشرية. ولو قلنا إن هي ثلاث أنواع
أو التوحيد ثلاث أنواع، يبقى معنى ذلك إن الذات الإلهية ثلاث أجزاء، يبقى معنى كده تثليث. فقالوا لا، ما فيش حاجة اسمها ثلاث أنواع في التوحيد، لأن ده تثليث. أمال إيه؟ قالوا لازم ننفي هذه هذا التثليث أو هذا الفهم، اللي هم فهموه يعني هم فاهمين غلط، وبعدين ألزمونا كمان بنفي هذا الفهم الغلط اللي هم فهموه من خلال ان هم يقسموا هم التوحيد بمزاجهم لثلاث انواع. فقسموا التوحيد لثلاث انواع وقالوا واحد في ذاته لا قسيم له، لان هو فيه من الواحد مش معناه المنفرد بالذات وصفاته، لا فيه من الواحد اللي ما بتقسمش اثنين. فيقول لك ايه، لو كان على العرش يبقى مقسوم اثنين، لان اللي قاعد على كرسي هو طبعا هنا بتصور ايه، انسان، الرجل اليمين غير الرجل الشمال، والفخذ اليمين غير الفخذ الشمال، والاثنين ملزون في بعض، يبقى منقسم، وربنا واحد في ذاته لا قسيم له. يبقى هو فهم غلط، خلي بالك ازاي، من الاستواء، وفهم من الاستواء ان بشر قاعد على كرسي، وانه مركب في بعضه من اجزاء، وان انت لو ما قلتش واحد في ذاته لا قسيم له، يبقى انت في هذه الحاله ما وحدت الله لو اثبتت الصفه. عشان كده قال واحد في ذاته لا قسيم له، واحد في الصفات لا شبيه له، عشان ينفوا الصفات عن الله تبارك وتعالى اللي بيسموها صفات الافعال، اللي هو الوصف عند الكلابيه، فاكرين ولا لا؟ نعم. فقالوا لا، يعني لو كان بينزل يبقى شبهنا، ولو كان بيتكلم يبقى شبهنا، ولو كان له وجه يبقى شبهنا، والله عز وجل واحد في الصفات لا شبيه له، يبقى ملوش وجه ولا نزول ولا شيء من هذا القبيل. واحد في الصفات اللي شبيه له، واحد في افعال لا شريك له، عشان ينفي برضه النزول اي صفات افعال. فنفى صفات الافعال ونفى صفات الذات تحت مسمى التاويل، وعطل هذه الصفات، ولذلك سموا بالجهميه المعطله. وقالوا اول ما يجب على المكلف القصد والنظر ومساله البحث والشك والاشياء دي علشان يهتدي الى العلم، يعني برضه نظام عقلي لا علاقة له بالنقل، لأن اللي ثابت في النقل أن أول ما يجب على المكلف إيه؟ التوحيد، توحيد العبادة لله عز وجل، أن ينطق بالشهادتين وأن يعبد الله. ويجب في حق الله، بقى خلي بالك، يجب في حق، شوف واحد يا أخي حاجة غريبة أوي، أما يجي واحد فقير إلى ربه إذا تعثر في قراءته استغاث بالخلق وبغير الخلق، الحقوني يا ناس، مش كده برضه؟ إذا أحصر الشخص اللي قاعد بيقول يجب في حق الله ولا يجب في حق الله، يقول يا شوفوا بقى لما واحد كده يقعد يومين كده ما يدخلش الحمام ولا ثلاثة، بيبقى منظره صعب قوي، مش كده برضه؟ واحد بالشكل ده يجي يقول ربنا سبحانه وتعالى يجب في حقك كذا، القدم والبقاء والقيام بالنفس والوحدانيه ونفي التركيب وحلول الحوادث، دي اسمها صفات سلبيه. وفي سبعه كمان يجب في حقه، ان يكون الفعل الحادث يدل على ايه؟ قدره، والتخصيص يدل على الاراده، والاتقان يدل على العلم، وهذه الثلاثه لا تكون الا في حق. انتوا نسيتوا ولا ايه؟ مش درستوا اصول العقيده؟ وهذه الثلاثه لا تكون الا في حي، والحي لابد ان يكون سميعا بصيرا متكلم، دول كام؟ سبعة، دي واجبة في حق الله. فبدأ بقى يحط الواجب على الله كذا، كأن مين اللي بيأمر مين؟ ولا مين اللي بيفسر في وصف مين؟ ولذلك قال رب العزة والجلال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أما وصف المرسلين عندهم قالوا دي نصوص خبرية جاءت عن طريق السمع، وهذه النصوص موهمة للتشبيه والجسمية. تقول ان ربنا على العرش، اصرف اصرف. اصرف ايه؟ يقول لك اصرف الظاهر. والظاهر ماله؟ يقول لك الظاهر مستحيل، تشبيه وتكسير، اصرف. أول ما تروح تدرس عند واحد منهم قراءات في معهد قراءات ولا حاجة ولا في أي حاجة، اسمع يا ابني ده هو. اوعى تبقى مشبه، اوعى تبقى مجسم، اصرف الظاهر. الرحمن العرش استوى؟ مش على العرش. ده الظاهر، ده ظاهر موهم باطل للتشبيه والجسمية. طب نعمل ايه يا عم الشيخ؟ أول قول استوى، استولى. ينزل إلى السماء، ما بينزلش، رحمة اللي بتنزل. يأتي لفصل القضاء، ما بيجيش، يأتي أمره. خد بالك ازاي؟ ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ اوعى، اليد دي تقسيم،
طب والأصابع تعمل فيها إيه؟ يحمل الله السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والشجر والسرع على ذيه. الرسول اليهودي على ذيه، قال دي حديث أحاد لا تفيد اليقين في أمور الاعتقاد. هناخد بكلام حدثنا وحدثنا، ولذلك المحاضرة الجاية مهمة جدا، نشوف البيجوري بيعمل إزاي في النصوص اللي زي دي، مع إنه هو واخد حدثني قلبي عن ربي قال ده أحسن من حدثني فلان عن فلان. ده مذهب الأشعرية ومناقشتهم في هذا التقسيم.